الآن نريد نعرف التفاصيل، تفضل. أنا أشكركم جدا، لأن بصراحة إحنا بحت أصواتنا. يعني أنا من هاي القطعة طبعا توزعت بال 2014، أنا اشتريت بال 2017. نعم. ومن ال 2017 لحد الآن إحنا نركض في سبيل، يعني على مود بس نريد نطلع إجازة بناء، نريد نبني بهاي القطع ما يقبلون. زين أستاذ محمد، يعني من اللي وزعها ب 2014؟ هاي توزعت للفرقه الخاصه، اعتقد للفرقه انا بالنسبه لي مشتري. زين. هي توزعت للفرقه الخاصه بسنه 2014. نعم. بزمن السيد المالكي. زين. بعدها انت حضرتك حدودها اشتريت قطعه في اي سنه؟ اشتريتها بال 2017. 2017 ثبتت حدود وسويت افراز. يعني السند حاليا هو يقرب اسم حضرتك. نعم باسم حضرتي. نعم. افراز سويت وثبتت حدود وكملت وما عندي اي اشكال بها. زين، شنو اللي صار بعدها؟ اللي صار بان بسنه 2022 جيت اريد اطلع اجازه بناء على مود اطلع قرض. زين. اسحب قرض على مود اطلع، اريد اسحب قرض على مود ابني. من اجيت اريد ابني لان يقولون يابا هاي ما يصير، ليش ما يصير؟ لان يقولون اكو تداخل بالقطعه المقاطعه اللي مقابلها. مقاطعه ثلاثه. ليش مقاطعه ثلاثه لمن تابعه؟ مقاطعة ثلاثة ما نعرف المن تابعة، قطع زراعية. زين. هي كلها تابعة لطاب الدورة، الكل. نعم. هي تابعة لطاب الدورة، منطقة سهلة قرارة. نعم. مقاطعة أربعة قرارة. أنا بالنسبة لي ناشدت بوقتها هسه قبل شوية طلع الفيديو، ناشدنا أنا واللي وياي. طبعًا هن 83 قطعة. بأي مكان تحديدًا صار هاي القطع أستاذ محمد؟ مقابل حي دجلة. نعم. حي دجلة، ماكم تنزلين من جسر الطابقين؟ يعني منطقة الدورة. منطقة الدورة مقابل حي دجلة. نعم. بيش أخذت هالقطعة؟ قد سعرها؟ قد كلفتك؟ أخذتها ب 50 مليون أخذتها. زين. دفعت ال 50 مليون واليوم أنت ما تقدر. دفعت ال 50 تاخذ إجازة. وفتحت بيان. نعم. وفتحوا لي وثبتوا لي حدود وعندي فرز بيها كذلك وفرز رسمي مفروزة. نعم. لحد ال 2021 يعني اي واحد يريد يسوي اجازه بناء ويبني ماكو اشكال. من بسنه ال 2021 نهايه ال 21 سنه 2022 قالوا بعد ممنوع يابا تبنون، انتم اكو تداخل بينكم وبين الزراعي. من اللي قال لكم؟ بالنسبه لنا احنا هذا الكلام قالت لنا طاب الدوره. نعم. طاب الدوره. يا حكومه السيد الكاظمي، حكومة السيد الكاظمي وحاليا حكومة السيد السوداني. نعم. راجعتوا شفتوا شنو الإجراءات؟ والله حاليا بحكومة السيد السوداني ناشدنا، بس ناشدنا والرجل. نعم. هو حكومة السيد السوداني هو يعني أنا أشوفه فاتح أبوابه، الكل فاتح أبوابه، فأنا أريد عن طريقكم أريد أناشد السيد السوداني، لأن هو يقول أنا ما عندي أي ماكو بعد نهايات سائبة، وهو يريد يضرب الفاسدين، وبصراحة لا أنا ولا اي واحد يقدر يضرب الفاسدين، لان هاي بزمن السيد الكاظمي انا اعتقد السيد الكاظمي كان عاجز بان يحل هاي المشكله، لان الناس اللي موجوده اللي مسؤوله عن هذا الشيء الظاهر يعني اكبر من سلطه رئيس الوزراء.